أهلا شباب، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بتمام الصحة والعافية وأنتم تشاهدوا هذا الفيديو. عندنا مسابقة في هذا الفيديو المدعوم من شركة دكتور فون. البرنامج الذي سأشارككم فيه نسخة مجانية وفيه نسخة مدفوعة، والشركة قدمت لي اشتراك مدفوع لي شخصيا، لكن أنا سأهديه لأحد المحظوظين منكم. للمشاركة فقط لايك للفيديو ورد إيجابي حتى ترضى الشركة على التعامل معنا، ونكون نحن جنود قناة آيفون تي في في المستوى أيضا. وبهذا سأعلن عن الفائز في هذا الأسبوع. نمر لبرنامج اليوم، اسمه دكتور فون، برنامج للتعامل مع جميع أجهزة الهواتف سواء الآيفون أو الاندرويد بواسطة الكمبيوتر. نحمله من هذه الصفحة التي سأترك لكم تحت الفيديو في الشرح بالضغط على هذا الزر الأزرق، ومباشرة يبدأ التحميل. نفتح الملف من هنا ونضغط انستال ونثبته بشكل عادي. بعد التثبيت نفتحه وتكون هذه واجهته بها العديد من البرامج: برنامج استرجاع جميع الملفات المحذوفة من الآيفون أو الاندرويد، برنامج تمرير الملفات من أي هاتف إلى الكمبيوتر، برنامج حل جميع مشاكل نظام الآيفون أو الاندرويد، برنامج حذف جميع الملفات من الهاتف، برنامج تمرير جميع الملفات من أي هاتف إلى أي هاتف آخر في حال اشتريت هاتف جديد، برنامج فتح أي كلمة سر في حالة النسيان، والبرنامج الذي يهمنا الخاص بمحادثات برامج التواصل. نضغط عليها يبدأ التحميل. أنا حملته من قبل، ستظهر لك داونلود. بعد التحميل تدخل عليه وهذه واجهته. كما تشاهدون يمكننا التحكم في محادثات الواتساب، اللاين، الكيك، الفايبر والويشات. بالنسبة للواتساب الذي نستعمله جميعا، كما تشاهدون عندنا ميزة تمرير محادثات الواتساب من أي هاتف إلى أي هاتف بضغطة زر واحدة. على سبيل المثال عندك آيفون وحولت على اندرويد أو آيفون أحدث، أو عندك اندرويد، المهم من أي هاتف، تدخل هنا وتقوم بإيصال أولا الهاتف الذي عليه المحادثات سيظهر لك هنا، وتقوم بإيصال الهاتف الثاني سيظهر هنا، وتضغط على الزر بسهولة يتم تمرير جميع محادثات الواتساب من الهاتف الأول إلى الهاتف الثاني. الميزة الثانية، في حال كانت عندك محادثات مهمة على الواتساب فيها صور مهمة أو فيديوهات أو ملفات مهمة، المهم يمكنك تقوم بحفظ جميع محادثات الواتساب من أي هاتف على جهازك الكمبيوتر، وذلك فقط بتوصيل جهازك، والبرنامج سيقوم بحفظ جميع محادثات الواتساب بجميع الملفات بداخلها على الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنك تصفحها من الكمبيوتر والاحتفاظ بها. يمكنك أن تستعمل هذه النسخة التي حفظتها على الكمبيوتر وإرسالها مباشرة إلى برنامج الواتساب لأي جهاز آخر فقط بتوصيله مع الكمبيوتر. إذا كان آيفون تدخل من هنا وتضغط على Next أسفل بالأزرق، وإذا كان اندرويد تدخل من هنا وتضغط نفس الشيء Next، ويتم تمرير تلك المعلومات للجهاز الجديد. بخصوص البرامج الأخرى الفايبر وباقي البرامج، كما تشاهدون لما ندخل عليها تجد زر حفظ المحادثات وزر استرجاع، بسهولة توصل أي هاتف، تحفظ جميع المحادثات وتسترجعها بضغطة زر واحدة. لا تنسوا لايك شباب تقدير للمجهود، وإذا عندك أي استفسار دعه في رد فنحن نتجاوب مع الجميع. نلتقي غدا في درس جديد. سلام.